بسم الله الرحمن الرحيم. شركة مكة سمارت تطرح برنامجها لدورات سمارت أو برنامج داعم درب أهل عين موظف، وعن طريق الدراسة أو دراسة وظيفة للتعلم عن بعد ومتابعة التأهل لوظائف عالمية. ودورات سمارت هي دورات بساعات نظام جامعي، وأسعارها مطابقة لأسعار الجامعات في مصر أو الجامعات في أمريكا للتعلم عن بعد. الحضور 10 ساعات لسمارت 1، 60 ساعة لسمارت 2، 120 ساعة لسمارت 3. في هذا الجدول عدد المطلوبين أو الوظائف المتاحة 2400 خلال عام 2019-2020، وهنا الـ NXI أي المشاريع وعدد الوظائف في أو التابعين مباشرة لمكة سمارت، و هنا OutXI المشاريع المشاركة لدعم المشاريع الاقتصاد السري مثل التاكسي والدكان، وكذلك أصحاب الرخص مثل العيادات الطبية، الأطباء والصيدليين الذين يعملون لحسابهم، وأيضا المحامين وجميع أصحاب الرخص اللي هم يعتبروا فريلانسر، فدعمهم بدعم الوظائف مثل الريسبشنز والمبيعات للمشاريع الصغيرة، وكذلك الموظفين فسيدعموا عن طريق حساب الإكس آي، بطائق الإكس آي لتثبيت النقد والاستفادة من ضريبة مضافة عليه، لكن ضريبة هي قيمة مضافة مربحة تعود على الرواتب، رواتب العاملين في هذه المشاريع أو الموظفين عن طريق برنامج Apprentice Distant iLearning. هذه الشرائح عرضت في الفيديوهات السابقة، الفيديو الثالث والرابع، وهي نظام الـ XI كيف يدعم المجتمع، المدرسة، المبيعات، المسافرين في السياحة، وكذلك السياحة العلاجية والسياحة التعليمية، وكذلك الفنادق، وكذلك العمل من المنازل مع مكة سمارت. برنامج الابرانتسشيب هو Distant Learning، Apprenticeship Distant iLearning اللي هو في الجدول بينا العدد المطلوب للالتحاق في مشاريع الـ NXI والـ OutXI، أي المشاريع اللي هي مباشرة مع مكة سمارت والمشاريع التي تعتبر في دعم للمشاريع الأخرى المشاركة. حتى مشروع التاكسي والدكان سوف يدعموا من الانترنت كول سنتر من خلال العاملين لدعم مشاريع التاكسي والدكان، ولكن هناك 40 مشروع يتبع لمكة سمارت، أي مشروع نموذجي تاكسي ودكان حي في 4 مدن، كل مدينة فيها 10 مشاريع. المدن التي ذكرناها 6 أكتوبر
وبني سويف ومكة وجدة. أما بقية التكاسي والعادة تعتبر مشاريع مشاركة أو مدعومة، وهي ممكن يكون فيها آلاف التاكسي وآلاف الدكان المحل، لكن يتبعهم موظفين. كل تاكسي ودكان يتبع 6 موظفين، وهنا عدد كبير من الوظائف سوف تتاح عن طريق مكة سمارت والتدريب وعن طريق دراستي وظيفتي.